ديال الناس. فكرة جاتني من واحد الصديقة طلبة مني ندوي على أحلام يقظة، وهذا هو السجن ديالنا. علميا المخ ديالنا قادر ينسجل لنا قصص ومواقف من الخيال بأدق التفاصيل وبطريقة واقعية لدرجة أنه ما كيقدرش مازال يفرق ما بين واش هي الوهم أو الحقيقة. هادشي ما كيكونش على مستوى لي زيموسيون ولا الأحاسيس وصافي، لا كيتعداها. فاش كندويو على أحلام اليقظة كندويو على حركات سلوكات أصوات ونظرات في الواقع كتصدر منها على مواقف خيالية ودسان وهمية كتدور غير في عقلنا. مثلا كتقدر تلقى راسك كتبتسم لا اراديا غير هكذاك، او لا مثلا كتتمد يديك وكانك بغيتي تجاوب على شي حاجه ولا شي تفاعل على شي حاجه اللي مع شي حاجه اللي كاينه في الواقع، وهادشي غير من داك الموقف اللي كيدور في عقلك واللي انت شاد فيه. او لا مثلا كيصدر منك واحد الصوت واحد الجواب جرى لي وهلا كتلقى راسك كتجاوب واحد الحاجه اللي كتضوي في عقلك هي ما كتسمعش، ولكن انت لي وهلا تتنسى ولا كتنفعل فكتجاوب بجهر. بغيت غير نطمنكم انت راك ماشي عم دير ماركي ماشي مسلى عقليا كامل قواك العقلية، هادو غير أحلام يقظة. عرفنا شنو هي أحلام يقظة كيفاش كتكون، دابا بغينا نعرفو شنو هو السبب ديالها. أحلام يقظة هي هروب من الواقع، هي بحال العقل ديالك كيخلق ليك واحد استوديو بالمنتج والمخرج والممثلين والديكور والمصورين، وكتكون انت هو المؤلف، انت اللي كتكتب القصة وانت اللي كتختار الممثلين وانت اللي كتعطيهم سيناريوهات. هادشي على حساب النقص الاحتياج والمقنوعات والمجهودات اللي عندك في الواقع. وبعض المرات كتصدر لنا واحد الاصوات ولا كتصدر فينا واحد الاصوات وكتخلق فينا على شكل احلام يقظه اللي هي اصوات مزعجه وشي حاجه اللي ما بغيناهاش تبقى كتكرر في عقلنا، شي حاجه اللي كتضرنا كتادينا. فكنقول ما يمكنش هادشي يكون صدر مني انايا، هادو شي اصوات خارجيه اكسترن ماشي شي حاجه اللي كتنتمي ليا. بغيت نقول لك بلي هادوك هما اصدق الاصوات اللي كيكونوا نابعين منك، هادوك هما نتيجه ديال سنوات ديال الحرمان وسنوات ديال النقص وسنوات ديال القمع تالمون كو كيتخبى هادشي في الانكونسيونس وكيولي كيبان على هاديك الصوره. باش نبسط اكثر، اخر مثال بغيت نعطيه هو انه احلام اليقظه هي بحال واحد الورشات، واحد المنظومه متكامله منظمه ديال الخيال، فيها الناس اللي كنتمنوا نتلاقاوهم، الناس اللي كنبغيوهم، الناس اللي محداناش وبغينا نكونوا معاهم، الناس اللي كيقمعونا، الناس اللي كيضرونا، الناس اللي كيشجعونا، اصوات اللي كينصحونا، اصوات اللي كيفشلونا. واحد المنظومه متكامله كندخلوا ليها وقت ما بغينا وكنخرجوا منها وقت ما بغينا، واذا زادت عندها تولي هي متحكمه فينا. هذا هو حلم اليقظه. اول حاجه كنحفي واقعنا، كنخدموا زياده على اللزوم، كنعملوا لي سيل من هنا نحتاج اليوم في مسائل اهم في الواقع. وفاش كندوي على هذا الشيء تكون فهمتوني مزيان، كندوي على نقص التركيز، هذا مشكل كبير الى تمدينا. دوزيامون نقص الانتاجيه، فاش كنقول لا برودكسيون كندوي على وقت، وقت كيضيع ولا ما نجيش نقول كيضيع وانما كيمشي شي حوايج كيمشيو با دي بريوريتي كيمشيو با دي بريوريتي. فاش كنلقى راسنا كنأجلو كنتعطلو ايوا بيغ ايوا بيغ كنانوليو بارفوا شي حوايج غير كو باش والحين داش كنستحلاو داك الوهم اللي حنا. فينالمون بيان سور اذا زاد شي وان هذه المقلبه الى ضدي، باش ما حلمنا باش ما تمنينا وباش ما زرحنا وباش ما بدينا وباش ما تخيلنا، تيكون شوق صعيب واصعب باش ما بعدنا. اول حاجه كنقدروا نتلاقاو بناس كنتمناو اننا نتلاقاو بهم، واللي سبب ولا اللي اخر ما كنقدروش نتلاقاو بهم في الواقع، فكنخلقوا دي سين دو كومونيكاسيون دي سين دو رانكونتر بلو ديكور اللي بغينا بالتفاصيل اللي بغينا بالحوار اللي بغينا. وهذا الشيء اللي زمن فيه هو اننا كنحسوا بلي عن نوتر بورتي وقت ما بغينا في الوقت اللي بغينا بالتفاصيل اللي بغينا. كنظن انه داك لو سونتيمون ديال لو بونور ديال الراحه ديال البيان اتر اللي كنحسوا به فينالمون كيغطي شويه على داك لا ديسيبسيون اللي كنحسوا بها فاش فينالمون كنرجعوا للواقع وكنحسوا بلي سي دي كو لو فيرتو. مثلا كتخاز مع شي حد اولا كتكون في واحد الموقف اكس بحال لاسيان سوسيال اللي كان خصك تصرف بها بواحد الطريقه وفينالمون ما تصرفتيش كما يلفو، ما عيرتيش مزيان ولا ما سكتيش مزيان ولا ما دافعتيش على راسك مزيان ولا قال لك كدا وما جاوبتيش كما يلفو ولا ما عبرتيش على الحوايج اللي بغيتي تعبر عليهم ولا ما عرفتيش من الحوايج اللي بغيتي تعبر بيهم ولا طابا اوزي انك تقول داكشي اللي بغيتي ولا طابا اوزي انك تعبري على رايك اللي بغيتي. باش طلبوا منك فلوس الخدمه واش نديرو كدا ولا كدا، فين واش جبتي وما قدرتيش تقولي داكشي اللي بغيتي ولا كتكون فهمتي شنو نقول. كيجي حلم اليقظه كيهنيك بهادشي، كتبدا انت البطل ولا انت البطل، كتخلقوا لسان اللي بغيتو،
تعرفوا باش ما بقيتو كنجيبو داك الانسان تفيقو من الناس فخير من هادشي اجي نقول لك قبيله راه نسيت ما قلت لك دايو اجي وسمعي وانت فاعله وتركه وقلتي لي اجي ونسيت ما جاوبتك عليها وجاوبي عليها ولا اجي راه بغيت نطرح لك شي حاجه ما قدرتش ولا فاش تلاقينا نقولها لك اجي نقولها لك دابا كتقول لي داكشي خلاك اتسدا كيجي حلم اليقظه باش ينقذك من دوك لي سنتيمون ديال لاغاج ولا ديال لاكولير ولا ديال لاديسيبسيون ولا ديال التاسف اللي كنحس بهم بعض المرات فاش ما كنكونش على هوتور دو نو زاتونت مواقف معينه دونك كيجي كينقذك كتكون تهبطك كتعبر كيما بغيتي وكنظن بلي هادشي كيعاوننا بزاف سورتو دوك لي سان كي سون نيجاتيف لي سان اللي كنكونو مثلا تخاسمنا فيها في الواقع فاش كنمشيو كنفرغو كاع داكشي اللي في قلبنا وكنفشو قلبنا تخيل 100% فاش كنعاودو نتلاقاو دوك الناس في الواقع كيكون خطرنا تفاجئ من جهتهم حيت كيما قلت في الاول واحد الفكره عقلنا ما كيفرقش بين كذا وكذا فهو داك لو سونتيمون الحسيله اللي مورا ما عيرنا في خيالنا وفشينا قلبنا داك لو سونتيمون ديال الراحه عقلنا ما كيعرفش واش هو جا من حاجه واقعيه ولا حاجه فيرتوال فينا ما حس بيه وصلاتو الاشاره باللي كاين داك لو سونتيمون فاش كنتلاقاو دوك الناس سيب وما بقاش لاكولير ما بقاش لاغاج هادشي كيعمل Voilà, c'est le sujet de l'idée qui me prévient la clôture, bris, matin, arrivé. C'est vrai que, depuis là, les inconvénients de la halam yaqada, mais qui n'est pas un an, et là, je dois dire, vache, je crois, depuis là, j'ai mis à les côtés, ok, les angles du sujet. Mais c'est bien, t'as toujours comme il le faut. Voilà, qui vient, oui, comme vous bien assez. Par contre, elle est une scène mouche de la philosophie, une scène mouche de la philosophie de l'imagination, ou qu'elle est bizarre, mais elle a le côté qui est juvenile, qu'elle a raté. Fabrice Goldmine. Modestement, واحد العقل اللي كيوصل لهاد لو نيفو ديال التفكير وهاد النيفو ديال التصور ديال الامور يكون اسي انتيليجون باش ما يطيحش دوك لي زانكونفينيون اللي دوينا عليها ديال الاحلام اليقظه يكون اكيد على بالو يكون اكيد كيشوفهم واكيد ما غاديش يطيح فيهم فوالا سي تي جو بور لو سوجي جيسبر نكون نفدتكم شويه جيسبر لام اللي غاتكون كتشوفني دابا عارفه راسها نكون كنت على هوتور دو دي زاتونت نكون دويت على لو سوجي كوم إل فو فوالا ان اتوندون لا بروجين فيديو بغيت نقول لكم دابا باسكو سمحوا لي على لو غوتار انا واحد لا بيرسون اللي ما كنقدرش ندير شي حاجه الا اذا كنت فريمون بغيتها وهادشي اللي كندير انا كندير اون سو شوز سي مون بيان اتر سي باسكو جو سوي باسيوني بار سي يعني في الوقت اللي ما غاديش نقدر نعطي فيه وما غاديش نقدر نديرو ما غاديش نديرو وما عليا كنحشم عليا اون اوتر كونترينت حيت فينا المسار الوحيد اللي كيجعني نديرو هو انا اللي كنبغي نديرو تهلا في راسكم الى البروشين